يلا بينا يا محمد نجهز السفرة عشان انا بقى ايه ندى حلبستني خالص ندى حلبستني انت تتحدي جدي كندا انا انت يا ندى تتحدي جدي كندا انا حاول ايه يلا 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 سادة فزعتني لا وانا بترعبت منك اترعبت منك وركبه بتخبط على الجيران يا صباح الجمال عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده اليوم مش عادي في حاجه غريبه بتحصل عندنا النهارده وهي ايه ان كائن النوتيلا بجلاله قدره جاي بيعمل النهارده عندنا حاجه مش طبيعيه ابويا امبارح بيتكلم مع الاولاد ان هو عايز حد يدخل معاه في السقط زي كل مره انتوا عارفين القصه دي بتاعتنا فجت ندى قالت له يا جدي انا بحب السقط وعايز اكل من السقط ده معاك قال لها خلاص احنا هنعمل فيديو وده هيكون تحدي وهو بقى هيشرح هو عايز يعمل النهارده ازيكم حبايبنا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اولاد كلهم طلعوا في السقوطه اللي قبل كده ما عدا ندى فالدور على ندى عشان يبقى ايه في تساوي كده بين الاولاد ندى متحمسه انها تطلع معايا متحمسه جدا لما هنشوف ربنا يسهل بقت ما شاء الله اسطوره في المطبخ وبتعمل كل حاجه ما تخطرش على البال الله اكبر اللهم لا حسن يعني خمسه في عيني فعايزين النهارده هنشوف ندى هتعمل ايه ندى البسكويته بتاعت العيله كلها فاحنا عايزين نشوف النهارده هتقدر تكسب جدها ولا لا ليه ما هو كائن النوتيلا مع حد الله اكبر جبابره يعني انا عن نفسي ما جربتش ان انا اكل قبل كده بس النهارده هحاول ان انا ادوق اشوف طعم عامل ازاي ما هو مش معقول يا جماعه يعني ندى تبقى عندها الجرأه والحب انها تاكل من الاكله دي وانا لا يعني ابقى عم يعني عم نص كوم عم نص كوم اه تضحكي تضحكي على عمك شجعوني بقى علشان انا هكسب وهو اصلا مش بالسن يعني انا هكسب عامل يعني انت السن بكلامك انا مش بالسن انا هتاكل وهتثبت ان هي احسن والله ستي جوه بتجهز في الاكل قرب يخلص دلوقتي السفره هتبقى قدامنا والاكل قدامنا وهنشوف ايه اللي هيحصل شكلك وحش وهي بتقولك سامعين بتقولك مش بالسن يعني من الاخر كده انت تركن على جنب طب انت بتاكل منه انا بصراحه انا باكل منه اه كداب قوي كداب قوي طب انا كنت بقول لك اكل منه ولا لا اما تشوف لما تشوف دلوقتي بلاك كله قدامنا شايفين يا جدعان الريحه الريحه تجنن وربنا الريحه الله عملت تربله في دماغي ايه يا حاج انت بتعملي ايه بتحطي ايه في الاكل تخلي له ريحه كده تدوق لا انا ما بحبش ادوق انا بحب اكل على طول هاتي كده يعني معلش ايه تاخدي يا ندى الريحه على فكره انا اول مره ايه رايك في الريحه دي الحاجات دي ده ريحه حلوه امال طعمها هيكون طعمه مش عارف حلو اه بس انا هستنى بقى ايه لما تخلص خالص وهاخد حته ادوقها برده دوق يا ندى اوعى تتلسع خلي بالك عشان سخن ايه رايك انت جهزي نفسك عشان هتاخدي 1000 جنيه النهارده ولا نشوف بقى ايه هيتحكم عليكي بايه هي ندى اللي طلبت تخش معايا الاكله دي وبتتحداني بس انت قد التحدي يا ندى قد واكتر يا لهوي خلي بالكم دي مفاجاه ليا هي فاجئتني لازم احفادي يطلعوا ابطال زي ستهم ماشي يا ست يعني احنا هنشوف بقى مين اللي هيكسب ندى ولا انا لو هي كسبتني هديها 1000 جنيه تشبرق على نفسها ولو انا كسبتها هطلب منها طلب وهيكون طلب صعب وهي لازم تنفذه انا عاوز اكسبها يا جدي مش علشان 1000 جنيه انا عاوز اكسبك ماشي ماشي خلي بالك ماشي. شكله كده بينمر على انك تدخلي تعملي حاجه في المطبخ فانت خلي بالك بقى. لا انا اكسب هيدبسك عارفه عايز منك ايه هيطلب منك رز معمر زي اللي عملتيه تاني لقيت الرز المعمر والرز ابو لبن كان تحفه لا بس انا هطلب منها حاجه ما تجيش على البال خالص ايه فحراسي هتطلب منها قصاره ولا ايه ولا محشي بص يا جدي لو انا كسبت وانت عاوز تعاقبني يعني عادي يعني مش يهمني اهم حاجه عندي ان انا اكسب ماشي يلا بينا يا محمد جهز السفره عشان انا بقى ايه ندى حلبستني خالص ندى حلبستني انت تتحدي جدي كندا انا انت يا ندى تتحدي جدي كندا انا حاول ايه يلا بينا يلا 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 يا عم يلا يا عم الله ينور يا ندورة ازاي كده متحمسة عايزة تكسب جدها اكيد طبعا تقدري تكسبي؟ اكسب اكتر هاتي بقى هنا حتتين تاني اغلب مكانك؟ لا عايز هاتي بس المعلقة كده اسندي الله اكبر الله اكبر ندى كبرتك يا حمدي كبرت ابوك يا فوات الاوائل ان شاء الله اكسب وشجعوني في الكومنتات هيشجعوك انت هتحطي الكميه قد بعض ولا هتخلي جدك اكتر؟ لا انا اكتر
يبقى جدك حكم ان هو ياخد اكتر مني. ماشي. حط الحته الكبيره دي. حطها لجد. الدخان عامل ازاي؟ الريحه خلتني عايز اكل منه. اوعي بقى كده يا ندى، احط لك انا بقى بالحله. امسك الكني دي بقى على جنب. الله، الحله فضيت اهي. ندى، الشوايه دول هخلصهم قدامه بألف جنيه. وابو اسف، بصي ممكن اخدك ونخرج بالعربيه ونشمر. هياخدهم منك. يلا يا عيش اهو بقى، وروني شطارتكم يا ندى. ما تكسفيناش يا ندى. ان شاء الله هكسب، شجعوني. قد التحدي؟ قد التحدي؟ قد التحدي؟ ألف جنيه اهو يا ندى. الله اكبر. يلا يا ندى. بسم الله. بص بس عشان انا نفسي رايحاله، فانا هاخد حته من هنا. ايه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما تاخد طعمه حلو. يلا بدا التحدي صح؟ بسم الله. الله اكبر، ندى مسابقه، ندى مسابقه. الله. والنبي يا ماما غير طبعا على قوي معاه. طعمها حلو فعلا. انا قربت اخلص اهو. تسلم ايدك يا ستي. تسلم ايدك يا ستي. بصوا هي الصراحة طعمها، انا اول مرة اكون باكلها وانا حبيبها. شكلها غريب بس يعني حلوة، الطعم حلو. دي الجمجمة. ما خلاص. يعني لما تقولي كان بيمشي حافة، خلي بالك. ما خلاص سيبني اكل، انا حابب الطعم. شجعيني يا ستي معلش. اللي قدام جدك ده اغلبه عظم يعني صعب. اجيب لكم ماجي ولا دور ولا اي حاجه؟ لا الله ينور. ويا ندى اجي اكل معاكي؟ شكرا. اجيب لك طبق تحط فيه ابرد؟ لا مش لازم. الطبق فاضي طلعي فيه اللي بيساعدك اهو. طلعي هنا بسرعه. اجيب معلقه اساعدك اطلع معاكي؟ طلعلي. مش تطلعي هنا، ده اللي هو لسه هيتاكل صح؟ طلع لك؟ لا طلع لها هي. ماشي انا بساعدها، مش انت حبيب كده؟ عارفه اخد حاجه بال1000 جنيه ندى؟ اوعى. لا والله مش هاخد حاجه، بس انا عايزه تكسب. حسن كده المدام بيحوم كده حوالين ندى. ليه هي لسه كسبت؟ لا والله، والله مش عشان حاجه، بس انا فعلا عاوز ندى تكسب. يلا كلي بقى من اللي هنا ده، تلاقيه بيبرد بسرعه. مش متفق معاها على 200 جنيه يعني؟ والله ولا جنيه. انا قلت لك حاجه؟ لا لا، ده انا اطلع عيني واديها لها. ده الا ندى اهو. بص بقى ركزي مع ده. ركزي مع ده اهو. ايوه يلا، على ما تخلصيها طلع لك الكام حته اللي فاضلين في البوله دول. انت ما دوتش لقيت عندك؟ لا انا ما باكلهاش. طب ما تدوق. بيلي يقول لك ايه السن ومش السن. انت اكلت الحته اللي خدتها يا حسن؟ ايه رايك فيها؟ الجمجمه. ايه رايك فيها؟ اتاكلت خلاص. انا اصلا ما كنتش بحبها علشان المعاني الاسميه بتاعتها، يعني الاسم مثلا الجمجمه، العين، الولد. على فكره انا اقدر اكل ساعتين ثلاثه منها. ساعتين ثلاثه ايه؟ تخيل تاكل حته. وعندي استعداد حتى اوسع نفسه كمان، بس هو بس عشان مش عايز اقرص عليه. الحق بابا. ماشي ماشي. والناس بتتفرج ايه وشاهده، لو قالوا عن التحدي مع الحاج على سقط هقول لهم مش هقدر، هقول لهم السقط خلص. لا ما اقدرش اقول لهم لا. هذا بيسوق. لو وصل 50,000 لايك يا عم اعمل اتحاد ده، يبقى هما فعلا عايزين. نعم. اكل الجمجمه ب 50,000 لايك؟ امال بكام؟ 150,000. 150,000 لايك. 50,000 لايك. انت بتعرف تاكل السقط؟ لا 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 50. لا يا عم 50,000 هيجيب ال 50. لا هو 50,000 عشان تاكل. الله ينور يا ندى. وافق ولا اجيب 2 سقط خروف؟ انا 2 وانت 2. انت بق بطباخ بتهيئ. بكره البيت تبص تلاقيه وصل 50,000. 100 50. والله العظيم ابدا. لو جاب 100,000 يدخل يعني؟ 100. تبقى راجل قد كلمتك؟ والله العظيم. بس طب تعالى اعرف الناس اللي لو وصل 100,000 تدخل في التحدي ده. طب بصوا يا جماعه دلوقتي عشان تبقوا شاهدين على كلامي اهو من موقع هذا،
لو وصل ل 100,000 لايك انا هتحدى ابويا في اكبر كميه صح. تدخلوا له بقى على الانستجرام وفي التعليقات الفيديو وصل 100,000 ومستنيين التحدي يا محمد. تدبسوه بقى بمعنى صح. نروح للجزار ونتفق معاه يحجز لنا سقطين خروفيه، ده يتعمل في حله وده يتعمل في حله. ما دام انت ما بتحبش الاكل اللي هم هيبقوا عايزين يشوفوها فيك عشان يفرحوا فيك هيوصلوا له 100,000. خد يا حسن. نعم. خد. لا انا كده كده انا معاك. معاك ايه؟ ما هو انا باكل. انا باكل مش محتاج اللي انت بتديها لي، اعمل ايه بالدوارة اللي فيك؟ انا ممكن اكل حتة لحمة من الجمجمة، حتة من الودن. لكن عايز اكل العين. العين عليها حارس حتى. انا عرفت اخلص اللي قدامي. برافو، هطلعلك الشوية اللي فاضيين دول كمان؟ يلا. شاطر يا نادر. على فكره هي بردت، بصي الكام حته دول صغيرين خالص. لا ما شاء الله حلوه بتحبها كده. بطله بقى يا نادر. اي حاجه بتاعت ربنا بحبها. الله برافو عليك. شايف؟ قولي لعمي، كنا بنقول لعمي. علميه. علمي عمي كده يا بنتي. عمك معانا 30 سنه، 30 سنه ما بيعرفش يعمل اللي انت بتعمليه ده. الناس اللي قدامك دول تبقى انت خلصتي. شد حيلك شد حيلك، الحته اللي قدام دي قربت تخلص اللي فيها عظم. كده خلصت اصلا، ما بعرفش تخلص من اللي مخلصش. لا ما هي كده خلصت كده عظم كلها. بص اهم حاجه شايفه الكشف، الحاجات اللي فيش الحاجات دي حاجات سهله جدا خلاص. انا اول على فكره خلي بالك جدك بتدلع، ما بياكلش. انا خلصت الرغيفين. جدك بتدلع، عايز تكسب بمعنى اصح. خلص قربت اخلص. لا لسه بدري. برافو عليك. لسه بدري. لسه بدري خلاص، فاضل لها كام حته جرشة وخلاص، واللي قدامها فيه عظم. لسه بدري. لا خلصت. ما شاء الله عليك، انت لو كنت خدت قده كنت هتخلصيه قبل منه برضه. هو لسه قدامه كتير. ايوه هي اخر حته اللي في ايديك، خلصيها وبعد كده بقى تعملي اللي انت عايزاه. خلصت يا بنت، مصر مستنياك عشان ترفعي العلم. أول مرة حد يدخل مع جدتي، ما شاء الله كسبته والجدارة كمان بمجهودي. تساعديني بقى؟ خلاص خلصت. أيوة برافو عليك كده بقى، عايزة بقى تعملي اللي أنت عايزاه مني كده. نادر كده حلال عليك. الحمد لله خلصت. كده ندى كذبت وانا بحييها لانها بتاكل بجد، ما بتاكلش وكشه يعني. حسن خد حته وكاشش كده، خايف بيتهيأله انها صاحيه، فهي ما شاء الله عليها يعني. مفيش كلام بجد، الله ينور عليك يا ندى. اه ومبروك عليك ال 1000 جنيه، بس خلي بالك اوعى حد ياخد حاجه منك. شاب من هنا يوم. لا مش على كده، اصل انا في الاول انا ما كنتش متوقع انها تكسب اصلا، لان ندى من النوع اللي هي رقيقه بسم الله ما شاء الله قوي 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 لبكره. الرقه مالها ومال الاكل؟ لا الرقه دي بتبقى عايزه همبرجر، عايزه السندوتشات، الحاجات الكلام ده، فهي ما شاء الله انا ما كنتش متوقع اصلا. طبعا انا كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم، طبعا انا بشكر ندى لانها كانت بجد، وانا مبسوط وانا بشجعها. عايزكم توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك علشان تجيبوا لي محمد هنا. انت اتعهدت ان انت لو وصلت 100,000 هتدخل الانتصار. خلاص وانا موافق. خلاص وثقت كامل واحد. لا انا عايز اسمعها عشان الناس تبقى شاهده. موافق. طب ممكن تجيني هنا؟ لو الفيديو ده ان شاء الله وصل ل 100,000 لايك انا موافق هعمل معاك تحدي. وصلوا ل 100,000 لايك عشان اجيبه هنا. على سقطين خروفين، هو واحد وانا واحد، وهجيبه هنا وهعلمه ازاي ياكل السقط. اتفقنا؟ اتفقنا، انا موافق. موافق. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومتشكرين. حطوا لايك واشتركوا في القناة. وندى شطر. مع السلامة. مع السلامة.